السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف KG1 الترم التاني، وهنكمل شرح شيد فور بيتل أو الظل للخنفساء، وده شابتر 2 في المحور الثالث هاو ذا وورلد وركس، كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. ونوصل لبيج 29 او صفحة 29 وعنوانها Adaptation. Adaptation يعني التكيف، يعني التأقلم. يعني ايه التكيف او التأقلم؟ لو انت مثلا موجود في طقس بارد في الشتاء، بتعمل لنفسك Adaptation شوية وتلبس هدوم تقيلة وتشرب مشروبات سخنة وتأكل أكل سخن وتدفي نفسك علشان يبقى عندك adaptation أو تتكيف مع الطقس اللي حواليك، فما تعياش وما يحصلكش حاجة وحشة. لو انت في طقس حار أو في فصل من أو في فصل الصيف مثلا، بتبتدي تأكل حاجات باردة وآيس كريم مثلجات، بتلبس هدوم خفيفة، ما بتلبس هدوم تقيلة، وبتبتدي تشرب مية تكون مش سخنة قوي، تكون ساقعة او باردة علشان خاطر تبرد درجة حرارة جسمك، وبالتالي انت برضو بتعمل adaptation او تكيف مع البيئة اللي حواليك ومع الطقس اللي حواليك. فadaptation يعني تكيف او تأقلم مع البيئة اللي حواليك او المكان اللي حواليك اللي انت عايش فيه، ده يعني adaptation او يعني تكيف. فهنا بيقول لنا adaptations اشكال التكيف او التأقلم، وهنا بيقول لنا draw earthen circles دوائر around حول the spence اللي هي الاشواك of the cactus الخاصة بالصبار. cactus يعني صبار، فانت هترسم دوائر حول السبنس او الاشواك الخاصة بالكاكتوس او بالصبار. draw earthen box صندوق around حول the ears الاذنان of the fennec fox الخاصة بثعلب الفنك. فانت هترسم صندوق يعني او مربع يعني حوالين الودان الخاصة بالفينك فوكس، حوالين كل أذن منهم مربع صغير حوالين الإيرز بتاعت الفينك فوكس أو ثعلب الفنك. وبيقول لنا كمان draw earthen a triangle مثلث around حول the hump اللي هو السنم اللي هو الجزء المرتفع في ظهر الجمل، ده اسمه الهامب بيسموه السنم of the camel الخاص بالجمل. وبعدين بيقول لنا on the lines على الخطوط next to each picture اللي موجودة بجانب كل صورة write اكتب the numbers الرقم of shapes الخاص بالأشكال الهندسية you draw اللي انت رسمتها. يبقى هنعمل circles حوالين الاسبنس بتاعت الكاكتوس، وهنعمل boxes او مربعات صغيرة حوالين الفينك فوكس ايرز، وهنعمل تريانجل او مثلث حوالين الكامل هامب او الهامب بتاع الكامل اللي هو السنم بتاع الكامل ده اللي في ظهر الكامل اللي هو الجزء المرتفع اللي في ظهر الكامل. فاول حاجة نروح عند الكاكتوس او الصبار، فهنلاقي عنده 1 2 3 4 5، في عنده 5 spins او خمس مجموعات من الاشواك، مفروض هنعمل حوالين كل spin فيهم circle. تعالوا نرسم circles مع بعض. ادي اول circle، ادي تاني circle، ادي تالت circle، ادي رابع circle، وادي خامس سيركل. كده احنا عملنا 5 سيركلز او خمس دوائر حوالين السبنس بتاعت الكاكتوس او الصبار، فهنكتب هنا 5 لان احنا عملنا 1 2 3 4 5. طب الفينك فوكس او ثعلب الفنك
هنعمل حوالين الايرز بتاعته بوكسز او صناديق او مربعات صغيرة. تعالوا نرسمها مع بعض. ادي الفينك فوكس، بنرسم حوالين الايرز بتاعته بوكسز. ادي اول حاجة، ادي اول بوكس، وادي تاني بوكس. يبقى هنا عندنا عملنا ايه؟ 1 2 2 boxes، فهنكتب هنا 2 شاطرين. طب الكامل هامب او السنم بتاع الكامل، المفروض هنعمل حواليه تراينجل او مثلث. تعالوا نرسم التراينجل بتاع الكامل هامب، ودينا رسمنا التراينجل حوالين الكامل هامب زي ما احنا شايفين، وده وان شيب او شكل هندسي واحد، فهنكتب هنا 1. وبكده نكون حلينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا adaptations، اشكال التكيف او التأقلم. draw earthen circles، دوائر around، حول. spins، اشواك. cactus، صبار. box، صندوق. around، حول. ears، اذنان. fennec، fox، ثعلب الفنك. triangle، مثلث. هامب، سنم. كامل، الجمل. لاينز، خطوط. نيكست تو، بجانب. ايتش، بيكتشر، كل صورة. رايت، اكتب. نمبر اوف شيبس، عدد الاشكال الهندسية. يو درو، التي انت رسمتها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 30 او صفحة 30، وعنوانها more adaptations. more adaptations يعني اشكال اكتر من اشكال التكيف. احنا عرفنا قبل كده ان adaptations يعني اشكال التكيف، وadaptation يعني تكيف او تأقلم. فهنا بيورينا اشكال اكتر من التكيف او من التأقلم اللي بتعملها بعض الحيوانات المختلفة علشان تقدر تعيش بشكل سليم او بتعيش في امان في الاماكن اللي هي عايشة فيها، ما يحصلهاش حاجة وحشة. فعندنا هنا بيقول لنا سيركل، ضع دائرة حول. the adaptation، التكيف او التأقلم. that helps، اللي بيساعد. the plants، اللي هي النباتات. or animals، او الحيوانات. in the pictures، في الصور. فاحنا هنشوف الادابتيشن او التكيف اللي عمله الحيوان او النبات ده علشان يساعده ان هو يعيش في البيئة اللي هو موجود فيها. in the last box، في الصندوق الاخير او في المربع الاخير، في موجود هنا في صندوق او مربع موجود في البيج دي، فبيقول لك in the last box، في الصندوق الاخير. draw، ارسم. a picture، صورة. of yourself، لنفسك. with one plant or animal adaptation، ارسم صورة لنفسك وانت واخد صفة من صفات التكيف او التأقلم الخاصة بحيوان او بنبات معين. فانت لو عايز تزود لنفسك خاصية من خواص التكيف او التأقلم، هتاخد الخاصية دي من نبات او من حيوان، هتاخد ايه يا ترى؟ ارسم نفسك بقى صورة وانت عندك الادابتيشن الجديدة دي او خاصية التكيف الجديدة دي، ووضح كده في الصورة انت واخدها من انهي انيمال او من انهي بلانت. فعندنا هنا في اول صورة في بلانت او نبات معين من النباتات. المفروض ايه الادابتيشن اللي عند النبات ده بيحميه في البيئة اللي هو موجود فيها وبيساعده ان هو يعيش وما يحصلوش اي حاجة تضره؟ تعالوا نشوف كده. في عنده أوراق، وفي عنده ساق، وفي عنده جذور. أوراق اللي هي الليفز، والساق اللي هي الستم، والجذور اللي هي الروتس. طبعا أكتر حاجة بتساعد النبات إن هو ما يحصلوش انتزاع من الأرض أو يتخلع من الأرض بسبب الرياح ويموت علشان خاطر إن هو مش هياخد الغذاء بتاعه والمواد الغذائية اللي هو بيحتاجها من السويل أو من التربة، هي الروتس. الروتس او الجذور. فالروتس او الجذور يا اصحابي زي ما احنا شايفين هي adaptation مهمة جدا، او جزء او شكل من اشكال التكيف المهمة جدا الخاصة بالبلانت. فالمفروض ان احنا نعمل حواليها سيركل لانها بتحمي حياة البلانت وبتخليه يعيش
ويستمر في البيئة اللي هو موجود فيها، فنعمل حواليها سيركل. طب بالنسبة للانيمال ده اللي هو الجيراف، الجيراف او الزرافة زي ما احنا عارفينها، المفروض ان هي عندها ادابتيشن في جسمها بيساعدها ان هي تعيش بشكل كويس وما يحصلهاش حاجة وحشة في الهابيتات او في البيئة اللي هي عايشة فيها. ومن اشكال الادابتيشن الخاصة بالجيراف ان هي عندها لونج نيك او رقبة طويلة بتساعدها ان هي تأكل من الاشجار العالية وتقدر تحصل على الغذاء الخاص بيها وبجسمها، وفي نفس الوقت تشوف اعدائها لو هم جايين من مسافة بعيدة تقدر تشوفهم بوضوح. فاللونج نيك او الرقبة الطويلة بتاعت الجيراف دي هي ادابتيشن بيحميها من الحاجات المخاطر المختلفة اللي حواليها، فنعمل حواليها سيركل لان هي حاجة من الحاجات الادابتيشن الخاص بيها، فعملنا حواليها سيركل. طب بالنسبة للراينو، الراينو او وحيد القرن او بيسموه الراينو سيروسز وحيد القرن، الراينو ده بيبقى عنده ادابتيشن في جسمه بيحميه من المخاطر المختلفة في البيئة اللي هو عايش فيها. من الحاجات اللي بتحميه ايه يا اصحابي؟ طبعا الهورن او القرن اللي موجود على وجهه ده، لانه اكيد بيدافع بيه عن نفسه ضد المخاطر المختلفة. لو في حيوان جاي تاني عايز يعتدي عليه او عايز يأكله اكيد هو بيدافع عن نفسه بيه، علشان كده هو موجود عنده في جسمه. فالهورن ده او القرن ده اللي موجود على وجهه بيدافع بيه عن نفسه ضد اي حيوان عايز يفترسه، فده شكل من اشكال الادابتيشن او التكيف، فنعمل حواليه سيركل. طب بالنسبة للشيب الجميل ده او الخروف الصغير الجميل ده، المفروض ايه شكل الادابتيشن الموجودة عنده اللي بيحميه من اي حاجة ممكن تضره في البيئة اللي هو عايش فيها؟ شاطرين، الفرو الكبير بتاعه ده ممكن يكون بيحميه من البرد الجامد، لان هو ممكن جسمه يكون حساس للبرد بشكل كبير، فالفرو الكبير اللي حوالين جسمه ده المفروض ان هو بيحميه من البرد ومن من الطقس اللي ممكن يضر جسمه، فبالتالي ده شكل من اشكال الادابتيشن، فنعمل حواليه سيركل. وبكده احنا عرفنا الاشكال بتاعه الادابتيشن المختلفه خاصه بالبلانتس وبالانيمالز او النباتات والحيوانات المختلفه. والجزء الثاني في البيج بيقول لنا ماي ادابتيشن، ماي ادابتيشن يعني التكيف او التاقلم الخاص بي انا. فانت المفروض هترسم صورة ليك هنا، وانت عندك خاصية من الخواص بتاعة الادابتيشنز الخاصة بالانيمالز او بالبلانتس المختلفة. فكل واحد طبعا ليه تخيل او تصور في عقله عن الادابتيشن اللي هو عايز يحصل عليه او الشكل التكيف او التأقلم اللي هو عايز يحصل عليه، لو هو من نبات او من حيوان معين، وبالتالي يزيد عنده القدرة على التكيف والتأقلم في البيئات المختلفة. فانت هترسم هنا صورة لنفسك وانت عندك خاصية من الخواص المختلفة الخاصة بالانيمالز او البلانتس بتزود لك قدرة على التكيف او التأقلم. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.